الحضور والحماس للمجيء وربما أيضا محبة مصافحة الإخوة لوجوه إخوانهم والأخوات لوجوه أخواتهم، قد نغفل عن أمر الأصل فيه أننا جئنا من أجله، ألا وهو رضا الله عز وجل. ورضا الله سبحانه وتعالى لا يتأتى إلا بإخلاص النية إليه. فأول ما أذكر به نفسي في هذا المجلس، أذكر به إخواني: جددوا نياتكم يرحمكم الله. والله لا أدري إن كان صوتي يبلغ الأخوات في أقصى القاعة، إلى أمكن أخوات لي عند الباب الله يجزيكم بخير، أخوات لي عند الباب الله يجزيكم بخير، أخوات لي عند الباب الله يفتح لكم. شوف، راه لو وجد الإخوة المنظمون مكانا آخر ليكون في المدرج ساعة أكبر لفعلوا، لكن الله المستعان بقى بلاصة وحدة هي اللي ممكن يدخلوا لها الخوت والخواتات يجلسوا فيها، لكن إلا جلسوا فيها غنوض أنا غنخرج حيت هاد المحاضرة ما يبقى عندها معنى، وهو هاد الدروج هادو واللي صار لصفر ولاد مع البنات: وتولوا كلكم إلى ظل بيوتكم، الله يتقبل ما كاين لا تولى إلى الظل ولا يهتدي. لا، باش نكونوا شوية صريحين مع أنفسنا، علاش جينا حنا أصلا؟ راه ما جابكم لا ياسين العمري ولا الطاكسي ولا شيء من هذا القبيل، انما اتينا جميعا نريد وجه الله عز وجل، ثم نريد ان ناخذ معنا ربما معلومه او معلومتين، اما نريد ان نزكيهما في قلوبنا، كاينين هذوك المعلومات نبغي نزكيهم نرسخوهم، اما ربما كاين فيكم اللي الله اعلم لعله يحسن الظن انه سيجد معلومه جديده ما كانش عنده يقدر ياخذها، او ان ربما ولا اظن هذه المساله حاصله أنه شي واحد فيكم تقدر تكون عنده معلومة خاطئة فيصوبها، وإلا راه لا فائدة من الحضور إلا بركة المجلس وابتغاء مرضات الله عز وجل. فإذا كنا غادي نجيو نريد وجه الله سبحانه وتعالى، سامحوا لي ملي كندخل أنا المدرج كنتفكر الخدمة، فكنسى راسي بلي راه كندير مجلس دعوي إلى آخره، كنتفكر راسي راه أستاذ وأنا لهلي وريكم، لا مشيت حتى طحت فيكم في المدرج راه كولي واحد آخر. فسامحونا غادي نرجع نلبس الكوستين ديال الأستاذة، لونفي هو وكدير، كتدخل لي كتولي أستاذ. فخاصنا نطرقوا شي مسيمات، الله يجازيكم بخير. انما اتينا لله عز وجل. فما نديوش داك الشيء اللي حنا جينا على قبله نهزوه في حقيبه مخرومه. ما عليها لا سر لا ملحه، انني جاي باغي ندي واحد المساله، واحد الزاد، بغيت ننتقل به لعند الله سبحانه وتعالى، وهذاك الزاد غادي به في واحد الكيس كله متقوب. تقوم بشويه الخوارم المروءة، على شويه ديال الرياء، على شويه ديال النشاط، على شويه راه جيت، على شويه ديال التصاور، على شويه شكون هذيك اللي جالسه تما، على تبدا جات زوينه هذه اللقطه، ونوليو دراري صغار. سامحونا عزيز علينا عصر الحامض في عينين عباد الله، لكن باش نحيدوا ذاك الرمل الذي تراكم منذ مده. وخصوصا ان الموضوع الذي سنتناوله ان شاء الله تعالى غنقدر نبان لكم فيه رجعي ومتخلف ومعقد وقديم وعلى خلاف ما كاينش كي صحابي يدير بحالك، وصدق تا هو يدير بحالك، دير بحالك وكثر من هذوك بحالك. فيعني انا كنقولها يعني خاصنا نعرفوا نوصل، علاش؟ لان وصلنا لواحد المرحله من كثره ما تراكم علينا من الثقافه الغالبه اعلاميا ثم تعليميا صارت اصول ديننا نراها مستهجنه. يعني تخيل معايا، غير تخيل، ما غنديرش انا هذه المساله، لكن تخيل معايا لو قلت لكم اودي ما نقدرش ندير المحاضره تيخرجوا الاخوات كامل، ما سامحوا لا معدة لا تخريج. ولي في هذا سلف من تاريخ ائمه الاسلام. لكن دابا ولينا غير كنرطبوا، خلاوه بالدارجه،
بحال داك الاخر اللي مشى لواحد الدوار مشارق فيه، واول ما مشى نلقاه مع الفقيره عارفه، راه ما لقى حتى واحد تيصلي، حتى شي واحد ما تيصلي، فبقى معاهم يسايس معاهم يسايس معاهم يسايس معاهم. قال لي راه ما فيناش ما يحيد صبابطنا، قال لهم يدخلوا بصبابطكم ما كاينش مشكل. فدوز واحد المده هو كيصليو معاه بصبابط، كيدخلوا بالصباط يخرجوا بالصباط، ولكن الاشاره في الشرع ما كاينش اشكال في هذه المساله، على كثر غادي توسخ الموكل حي الصباط. ثم واحد الوقيته غادي يمشي هو غادي واحد طالب اخر واحد الفقيه اخر، فملي جا هذاك الفقيه الاخر دخل قال لي فاستهجن الامر، قال لي الناس كتصلي بصبابطها، قال لي الشريف، قال لي راه جيت لقيتهم ما تيصليوش، انا بعدا دخلتهم بصبابطهم وغنمشي في حالي، انت بقى معاهم تحيد لهم الصباط. فهنا يعني راه وصلنا لواحد المرحله اللي اصول ديننا صرنا نراها مستهجنه، زمن الغربه اللي تكلم عليه النبي عليه الصلاه والسلام، وكل من يحاول ان يستمسك بالذي اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش هذه الغربه في حياته. ومالك انت وعلاش ولك انت وعلاش والناس كاع كيديروا الى اخره اخره. الموضوع ان شاء الله تعالى الذي سنتناوله اليوم، وقد احسن الاخوه جزاهم الله خيرا في هذا البلد الطيب الذي ما عهدنا عليه الا خيرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.